في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مرحب بكل حضراتكم من جديد. كاس العالم للهاندبول في مصر من 13 ل 31، وان شاء الله تكون بطوله منظمه جدا وتبقى ناجحه بكل المقاييس. لكن مهم ان احنا نعرف ايه التفاصيل وايه الحكايه والتنظيم واستقبال الوفود الى ان نصل للختام باذن الله، وان شاء الله تكون بطوله يعني حديث العالم كله ان شاء الله. تعالوا نخش في التفاصيل اكتر مع واحد من اعضاء اللجنه المنظمه، حسين زقزوق. برحب بيك يا سحس، ومبسوط انك معايا النهارده. برحب بيك يا كريم، واول مره ابقى معاك في البرنامج. فعلا احنا اصحاب، بس يعني اول مره نبقى مع بعض في برنامج. انا عايزك تقرب المايك سنه كده عشان صوتك يلعلع. وتعالى بقى ندخل في التفاصيل على طول. القصه طبعا تفاصيلها كتير، بطوله كبيره زي دي مليانه تفاصيل، من اول بقى الاعلان عن ان مصر اخذت البطوله لحد الختام. انت كل يوم، بمعنى كلمه كل يوم، 24/7 عندك شغل، عندك تفاصيل وعندك حكايات فتعالى ندخل في المرحله اللي هي الجد بقى، اللي هي اليومين دول جد الجد بقى، اللي هو خلاص الناس بقى ابتدت توصل والحكايات نبدا كده بفكره ان انت بتستقبل 32 وفد في بطوله هي الاكبر في تاريخ مصر. دي اصلا لوحدها قصه، استقبال الوفود والتفاصيل والمطارات والاوتيلات والحاجات دي كلها، دي قصه لوحدها، والاجراءات والدخول والخروج وتامين بعثات، دي قصه لوحدها. فتعال الاول كلمني على انت في وسط الكورونا الحاجات دي كلها بتتصعب اكتر، يعني انت كمان مش بتعملها في ظروف عاديه، فالظروف اللي احنا فيها دي بقى مصعبه الامور عليك او مصعبه الامور على تنظيم بطوله زي دي؟ انا هبدا الاول، يعني انت بدات الكلام بحته التنظيم عامه. لا احنا من اول يوم من ساعه فعلا لما مصر خدت البطوله احنا كل يوم في تغيير، يعني كل يوم في حاجه جديده. لغايه لما بدات موضوع الكورونا، ابتدى بقى البطوله هتتلغي، البطوله مش هتتلغي، طب هنلعب، بس احنا من اول يوم هنلعب. ماشي، تمام. حلو. جت بعد كده ابتدينا كونسبت اللي هو اللي اتعمل، اللي هو كونسبت اللي هو البابل او الفقاعه، اللي هم بيسموه الفقاعه بس بابل. ده فكره ان انت من اول لما بتيجي من بلدك بتبقى عامل البي سي ار ال 32 دوله، يعني طبعا بتبقى عامل البي سي ار، بتبقى عامل كل حاجه، بتنزل المطار على العربيه، بتعمل بي سي ار جوه المطار، اجراءاتك بتخلص لك، يعني بتتخلص الاجراءات بسرعه للبعثات، بتتعامل مع ناس كلها معزوله من ساعه لما بتنزل من اول يوم في البطوله لحد اخر يوم في البطوله، لحد ما بتروح الفندق معزول. أوكي. ارض الملعب متطبق فيها موضوع البابل، ان انت ارض الملعب كلها ناس قاعدين جوه البابل دي من اول يوم في البطوله لحد اخر يوم، فانت من ساعه لما بتيجي من ساعه لما بتنزل المطار يعني لحد ما بترجع انت بتلعب ماتشاتك، تركب الاوتوبيس ترجع على الاوتيل، تسافر ترجع تاني بلدك ان شاء الله بالسلامه. اوكي. فده الكونسبت مبسط جدا، بس اللوجيستكس بقى بتاعته والتفاصيل طبعا تفاصيلها كتير مرعبه بزياده، مرعبه في التفاصيل فعلا، ومجهود جبار من كل الناس اللي شغاله على الارض في الحته دي. لا يعني لجنه الاقامه والتنقلات والحاجات دي ممدوح الششتاوي عامل فيها مجهود جبار، واللجنه الطبيه، لا يعني وزاره الصحه، وزاره الشباب والرياضه، كل الناس دي عامله، كله عامل اجتماعات طارئه كل يوم ما بين كل الوزارات دي وما بين كل الجهات، فعلا مش بننام يعني. لكن في الاخر انت وصلت لمرحله انه الوفود ابتدت توصل بالظبط، المنتخبات ابتدت موجوده على ارض الواقع، والاجراءات اللي انت بتتكلم عليها انها كانت متخطط لها بتحصل دلوقتي على ارض الواقع. بطوله يوم الاربعاء فخلاص يعني القصه ما فيهاش بقى، انت دخلت في المرحله الاخيره اللي هي لحظات الحسم يعني. طيب التخصص، انا في الاخر لازم اجيب ناس فاهمه في كل التفاصيل دي علشان اطلع بطوله هي اكبر بطوله في تاريخ الهاندبول. فانا جبت الناس على اساس ايه؟ يعني انا اخترت الناس اللي هتشتغل في الظروف دي كمان، فلازم تبقى امكانياتها يعني امكانيات، يعني امكانيات بقى ذهنيه وفكريه وحاجات، ناس موهوبه يعني. فاختياراتكم بقى كلها، اللجنه المنظمه دي انا عارف ان انتوا بجد شغالين بقالكم شهور في القصه، ومش مبالغه انتوا بتشتغلوا كل يوم 24/7 فعلا. فالاختيارات الاول جت ازاي؟ هكلمك عن الهاندبول عامه، يعني طفره الهاندبول اللي حاصله دي بولاد اللعبه. أوكي. يعني احنا انا ابن اللعبه برضو، يعني انا كنت العب هاندبول قبل ما ابقى اي حاجه، انا بلعب هاندبول من وانا يعني يوم ما اتولدت يعني. حلو. والدي نفس الحكايه، احنا كلنا نفس الحاجه، فكل اللي في الهاندبول عندهم نفس ايه
منتاليتي ان اللي هي عيله الهاندبول في مصر. عيله يعني. الهاندبول اوكي. احنا العيله دي احنا الهاندبول مش بيخش لها فلوس زي الكوره. اه تمام. فانت انت دكتور بس لعيب هاندبول. انت مهندس بس لعيب هاندبول. فهي احنا دي الكاليبرز اللي موجوده. كل واحد ناجح جدا في شغله. فالناس اللي شغاله او الكوادر اللي شغاله فعلا كلهم عندهم خبرات في مجالات مختلفة. أوكي. فانت بتختار سهل على انك تنقي ناس يعني شغالة في السوق وفاهمة كويس. بالظبط. انا لو اتكلم على لجنة التسويق اللي هو انا المفروض رئيسها بالذات, انا عندي اللجنة متقسمة كذا حاجة. انا عندي من اول البراندنج. انا جايب احمد مجيب, راجل بتاع براندنج وشاطر في مجاله جدا طبعا. وشاطر جدا في مجال. عمر اسماعيل نفس النظام, عامل له فوق 30 ايفنت قبل كده. فانت بتنقي الناس اللي عارف انها تقدر تعمل لك الميشن دي بالظبط. بالظبط. انا لجنه منظمه. انا شركه. يعني انا بتعامل كان دي شركه بتتبني لمده سنه هتدور البطوله. فالشركه دي انت محتاج فيها المهندس ومحتاج فيها الدكتور ومحتاج فيها الراجل بتاع التسويق ومحتاج طبعا. فيها الراجل بتاع الحسابات. كل حاجه محتاج فيها كل حاجه. فدي الاختيارات بتبقى على الاساس ده وعلى اساس الناس فعلا اللي هي ممكن تشيل في المكان ده. مش بس ان هو كان لاعب هاندبول لا طبعا. فلازم يبقى في الحكايه يعني. طبعا. طب انت كلمتيني عن جزء مهم جدا هو براندنج. البراندنج او البراند بتاع البطوله. انت بقى بتبني حاجه من اولها وفي نفس الوقت حاجه انت بقيت في زمن انه الانتقادات عنيفه. هتطلع اي حاجه, هتطلع لوجو, هتطلع سلوجن, هتطلع اي حاجه, هتلاقي ناس حتى لو مش متخصصه هينتقدوك. سوشيال ميديا بقت عنيفه, الحاجات دي كلها بقى رد الفعل عليها جامد يعني. فانت ازاي وصلت او ازاي اصلا توصلت لاي حاجه ليها علاقه بالبراندنج في الحته دي بالذات؟ احنا عملنا يعني بالذات, انا هكلمك على اللوجو او البراندنج بتاع البطوله بالذات يعني. انا ده بالنسبه لي من الحاجات احسن حاجات اللي اشتغلت عليها فعلا في حياتي يعني. دي حاجه في السي في بالنسبه لي هتبقى دايما فرحان بيها. وببص له ببص يعني لغايه دلوقتي. اخش الاستاد اشوف الشعار ببص. اوكي تمام. ليه؟ عشان الشعار ده فعلا زي ما انت بتقول كان على السوشيال ميديا فعلا, سواء كوره سواء حاجات كتيره يعني. بيبقى الانتقادات على اي حاجه طالعه جديده بتبقى تقيله عنيفه جدا. عنيفه طبعا. فانت وانا بحب شخصيه, انا شخصيه بحب التحديات يعني. اوكي. ففكرنا احنا شغلناه في وقت صعب جدا, كان قبل كاس العالم اللي فات اللي هو كان في الدنمارك. وكان لازم جالنا فرصه ان احنا نروج لكاس العالم بتاع مصر 2021 في 2019. اوكي. مفيش لجنه تسويق, مفيش لجنه حاجه, مفيش حاجه لسه باينه يعني. ما بدناش يعني. كلمنا مع مهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري وكابتن مؤمن صفا والمسؤولين كلهم يعني في اتحاد الهاندبول. طب هنعمل ايه؟ قلت لهم هنفكر ونشوف, انا هنطلع لوجو حلو يعني. عملنا مسابقه. طرحنا مسابقه بجائزه ماليه, مش فاكر القيمه الماليه ساعتها والله ما فاكر فعلا. عملتها على السوشيال ميديا يعني, نزلت في كل حته. اوكي. على السوشيال ميديا بتاعه البطوله. كانت ساعتها السوشيال ميديا بتاعه البطوله عملنا لها ريبراندنج. كانت من البطولات قبل كده عملنا لها ريبراندنج, كان اوريدي عليها فولورز كتير. عملنا لها ريبراندنج, طرحنا, نزلنا على كل الصفحات بتاعه الديزاينرز اللي موجوده في مصر والوزاره وكل الناس يعني. جالنا حوالي 1000 لوجو. ماشي. 1000 لوجو يعني على الاقل هتطلع على الاقل يعني 50 حلوين على الاقل يعني. طلع لنا كتير حلوين. كتير فعلا. كتير. أوكي. حلوين. احلى فكره ما كانتش احلى لوجو. احلى فكره ما كانتش متنفذه يعني بشكل احلى حاجه. اوكي. بالظبط. ف جبنا شركه براندنج. يعني شركه معروفه يعني, شركه معروفه من احسن الناس اللي شغاله في الحته دي. كل واحد ادي العيش لخبازه يعني. اوكي. جبنا احسن ناس في الحته دي. خدوا الفكره يا جماعة دي. احنا معانا اللوجو ده. الراجل ده كسب معانا المسابقه او اكشلي هم اللي نقوا اللوجو. هم اللي قالوا ده هنطلع منه حاجه حلوه. أوكي. وفعلا في ولد شاطر جدا يعني, مش ولد يعني, هو دايركتور يعني, بس شاطر جدا. تامر عثمان. جه راح عمل طلع لنا التحفه دي يعني. شكله يعني هو شكله. البدايه كانت من عند الفايز في المسابقه بالظبط, لكن كده. هو عدل وظبط وبتاع بالظبط كده. أوكي. فدي كانت اختيار اللوجو. طلعنا بيه الدنمارك. كان انا نفسي كنت حاضر في الاستاد. صدفه جدا يعني, مدرب من الاجانب كانوا مبسوطين عامه يعني. والله اللوجو كان فعلا عامل شغل يعني في البطوله اللي فاتت في الدنمارك. الاجانب حتى صدفه كان مدرب من المدربين كان عامله مفتاح الحياه ده, عامله تاتو على ظهره. اوكي. فجي بقى مش مصدق نفسي طبعا.
الاجانب كانوا مبسوطين يعني، كان شكله حلو يعني. هو في الاخر يعني انت كلتشر بتاع ثقافتك انت، انت خلقت منها لوجو، فالاجانب بيحبوا الحاجات دي قوي بقى. بالظبط. انا قلت قبل كده في كذا لقاء يعني ان احنا الكونسبت عامه ان هو الماضي عظيم والقادم اعظم. ده مبني عليه اي حاجه في البطوله يعني. حلو. فاللوجو احنا لوجو مفتاح الحياه طبعا. في هرم يعني، في الهرم تحت يمكن مش باين ومقصود ان هو مش باين، ما محطوط جوه لان الهرم مصر. أوكي. يعني في لعيب هاند بول ومفتاح الحياه، فده مبني عليه مودرن يعني، شكله مودرن بس هو في كونكشن يعني، في كونكشن حلو جدا وبس. هو ده يعني، ده الكونسبت اللي اتبنى عليه اللوجو. وبعد كده اشتغلنا على البراندنج بنفس الطريقه، اللي هو الابلكيشن اللي هو التميمه والديزاينز بقى اللي هي موجوده في الملاعب، وكان اللي هتبقى موجوده في كل الملاعب في الاربع ملاعب، وخلاص كل حاجه جاهزه وموجوده والناس هتشوفها موجودة يعني، موجوده وحوالين الاستادات موجوده وخلاص يعني، شغالين عليها في كل حاجه. حلو. انا هطلع لفاصل وهرجع اسالك كمان بقى على البدايه، حفله الافتتاح الناس كلها بتفكر دلوقتي حفله افتتاح مفيش جمهور، طب الموضوع هيحصل ازاي، طب القصه حلوه وسامعين عن حاجات حلوه هتحصل في حفله الافتتاح، طب حفله الختام افكار، في حاجات كتيره جدا هنقولها. انتوا لسه في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مرحبا بكل حضراتكم من جديد، وحلقه خاصه جدا عن كاس العالم للهاندبول، وضيفي في الساعه الاولى حسين زقزوق عضو لجنه المنظمه لبطوله كاس العالم، وبرضه عشان ناخد فكره على اللي بيحصل اعلاميا في تغطيه البطوله، خلينا ناخد احمد صبري نائب رئيس اللجنة الإعلامية في بطولة كأس العالم للهاندبول. يا صبري مساء الخير. مساء الخير يا كريم، ومساء الخير على كل السادة المستمعين. أخبارك إيه، كله تمام؟ كله تمام. طب الحمد لله. احكي عن المتابعة الإعلامية عن البطولة، لأنه الناس قلقانة كده من فكرة إنه إيه اللي هيحصل، الصحفيين الأكسس الدخول الحكاية الغياب الجماهيري، التغطية الإعلامية هتبقى عاملة إزاي في بطولة 2021؟ خليني الأول بس أوضح لك نقطة. إحنا من الأول كان عندنا نوعين من الاكريديتيشن للصحفيين والاعلاميين اللي هيغطوا البطوله. حلو. احنا عارفين بسبب ازمه الكورونا بدا ظهر مصطلح الفقاعه. أيوة. وهي ان ده اللي هيتحط فيه كل الفرق وكل اللاعبين والحكام وما الى ذلك. وهم بيبقى الفقاعه دي بتبقى عباره عن مجموعه من الفنادق بيتحط فيها الناس طوال فتره البطوله، بيتعمل لهم مسحات ما بيختلطوش بحد براها، بيتحركوا من خلال عربيات معينه معقمه، سواقين العربيات برضو بيكونوا جوه الفقاعة ما بيخرجوش، بحيث ان انت تضمن خلال فترة البطولة ان الناس اللي جوه الفقاعة دي ما بيتعاملوش مع حد من بره، وبالتالي بتقلل من فرص ان حد يصاب بفيروس كورونا. جميل. احنا عندنا كان نوعين من الاكريديشن، نوع للاعلاميين والصحفيين داخل الفقاعة ونوع خارج الفقاعة. النوع اللي خارج الفقاعة ده ما بيعملش مساحات ومش قاعد في فندق، بيجي من بيته زيه زي المشجع وزيه زي الجماهير العادية. صح. لما حصل قرار الغاء الجماهير بقى بيسري نفس القرار على الصحفيين اللي خارج الفقاعه، لان هم نفس معامله الجماهير، هي ناس موجوده في الصاله مش معمول لها بي سي ار، بتحتك بالناس عادي، بتنزل بتروح شغلها، بتقعد على قهوه، بتشتري حاجه. وبالتالي كان القرار اللي صدر بناء على تعليمات الاتحاد الدولي اللي صدر من اللجنه العليا المنظمه للبطوله ان ما يبقاش في جمهور، وبالتالي تم الغاء الاعتمادات الصحفيه للناس اللي خارج الفقاعه. لكن من داخل الفقاعه في تغطية إعلامية طبيعية جدا، في قنوات فضائية، في مصريين وأجانب وكل حاجة. في تغطية عادية جدا. أوكي. هو بس عشان يمكن دي حصل فيها شوية لخبطة أو عدم فهم للموقف بشكل صح، في ناس افتكرت إن مفيش إعلام خالص. بالزبط. لا، هو مفيش إعلام للي خارج الفقاعة، لكن داخل الفقاعة الإعلام موجود والتغطية بشكل طبيعي جدا. لكن البطولة يعني متوقع أنت أو إيه اللي أنت شايفه من وجهة نظرك ممكن يبقى مختلف عن تغطية أي بطولة قبل كده في كأس العالم؟ أنت المرة دي في ظروف مختلفة، فهل التغطية الإعلامية كمان هتبقى مختلفة؟ أنا أعتقد إن هو عموما بشكل عام إحنا بنعيش فترة مختلفة في كل حاجة. طبعا. إن الكورونا خلت كل حاجة مختلفة تماما. من ساعة ما حصلت أزمة الكورونا إحنا البطولات المجمعة الكبيرة كلها تم إلغائها، اليورو، كوبا أمريكا، الأولمبياد، كل ده ما تلعبش. فده تحدي كبير جدا، ان ده اول بطوله كبيره، وخصوصا ان البطوله المره دي هتبقى 32 فريق. صح. لاول مره، فده تحدي كبير جدا ان انت توصل لبر الامان ان شاء الله في ظل الازمه الكبيره اللي بيعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، انك تحافظ على الكل صحيا قبل اي حاجه، لان هو ده الاساس وهو ده المهم، ثم النجاح على جميع الاصعده ان شاء الله للبطوله. مصر قادره تنافس يا صبري ولا شايف الموضوع هيوصل لحد فين؟
مش سامعك بتقول ايه. مصر قادره تنافس على البطوله بما ان البطوله على ارضنا، ولا شايف الموضوع هيوصل لحد فين؟ اكيد منتخب مصر يعني اثبت على مستوى الشباب ومنتخب الاول في الفترات الاخيره ان احنا بنملك منتخب قوي ومنتخب واعد طبعا. منتخب قادر انه يعمل حاجه، ولكن برضو في نقطتين. النقطه الاولى غياب الجمهور اكيد هيكون عنصر مؤثر. انت فكره دايما صاحب الارض بيستفيد دايما من وجود الجمهور، غياب الجمهور طبعا بيبقى عنصر مؤثر. النقطه الاخرى وهي ان احنا مش عايزين بس نحط ضغوط جامده جدا على المنتخب، احنا عايزين نسيبهم، احنا واثقين فيهم جدا، احنا متاكدين ان هم يقدروا يعملوا حاجه، ولكن مش عايزين الموضوع يقلب ضغوط لان ده ساعات بيتسبب في بعض الاثار السلبيه، لكن احنا كلنا ثقه فيهم ان شاء الله ان هم يقدروا يعملوا حاجه كويسه. بتفق معاك جدا، وبشكرك جدا على وجودك معايا احمد صبري، نورتني، وان شاء الله بتمنى لك كل النجاح باذن الله، زيك زي كل الناس المسؤولين في البطوله باذن الله تعملوا بطوله ناجحه جدا جدا جدا. بشكرك جدا يا صبري. شكرا ليك يا كريم، وشكرا لكل الساده المستمعين. بشكرك جدا، شكرا جزيلا. احمد صبري نائب رئيس اللجنه الاعلاميه في بطوله كاس العالم للهاندبول. زقزوق الافتتاح الاوبننج دايما بيبقى البدايه كده، اللي هو الجواب بيبان من عنوانه. في الحفلات او اليوم الافتتاحي ده الدنيا بتبقى الله، يعني الناس بتتبسط من الحفله، فبتحس ان انت خدت الانطباع الاول عن البطوله الفعلي بقى للجمهور العادي. فالافتتاح هيبقى عامل ازاي؟ اليوم ماشي ازاي؟ يعني هو الافتتاح طبعا من اصعب الحاجات طبعا، يعني انت بتعمل افتتاح كاس عالم على ارض مصر لاول مره، من اكبر البطولات اللي بتعمل في العالم، مش سهله طبعا، مش سهله والموضوع. بس هرجعك بس 3 شهور، كان من 3 4 شهور اللي فاتوا كان في قرعه كاس العالم. يمكن كل الناس شافتها وشافت اللي كان المنظر اللي كنا فيه، كان تحفه الصراحه. كان احنا بقالنا شويه بنعمل حاجات حلوه قوي، كاس الامم الافريقيه تحت 23، كاس الامم 19، الاوبننج، القرعه بتاعه كل حاجه. الحقيقه بنعمل حاجات حلوه، ايفنتس كبيره حلوه يعني. بالظبط، ف ماشيين على نفس السيكونس ونفس البلان. وفي فريق كندي دول جايين باند جايين من كندا، جايين يعني زي هم متخصصين في الحاجات دي، في الايفنتس الكبيره، وهم عاملين في مفاجآت يعني. أوكي. الموضوع مش يعني معمول طبعا زي ما شفنا كاس الامم اللي فاتت، كان بروجكشنز وحاجات كده، هيبقى نفس الفكره برضو. يعني مش عايز احرق فيه حاجه، لا خالص مش عايز احرق تفاصيل، بس قصدي يعني انك بما انه الفرجه هتبقى تقريبا بيوت بقى خلاص، يعني الناس كلها هتتفرج في التلفزيون. يعني الواجب اتعمل، يعني الواجب اتعمل، وان شاء الله يعني احنا بنعمل حاجه مشرفه. يعني في اي حاجه ممكن تقولها لنا عن حد هيبقى موجود، عن اي حد يعني؟ لا، في اغنيه البطوله يعني خلال ساعات، يعني ممكن خلال ساعات قليله قوي 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 هتبقى نازله على الشاشات كلها. ووجود الاغنيه برضو هتبقى موجوده في الافتتاح. طب عندك اي تفاصيل تقدر تقولها عن الاغنيه؟ الاغنيه تامر حسني بيغنيها، ومروان موسى احنا، وبنت كمان لسه وجه جديد هدى الشربيني. اوكي. حاولنا نعمل حاجه تخاطب كل الاجيال. اوكي. وتخاطب الاجانب، تخاطب المصريين، وبتعكس صوره مصر، وبتعكس ماضينا العظيم والقادم. فانك تضرب ده كله في خلاط وتطلع اغنيه، يعني اغنيه تستمر معاك لحد بقى كمان شويه، يعني اخر البطوله على الاقل يعني، فالناس كلها. بس انا شخصيا انا نفسي ان الاغنيه تكمل تبقى علامه. يعني عامل زي الاغاني اللي نزلت، ما الناس تقعد تغنيها ان شاء الله تبقى حاجه حلوه باذن الله 10 سنين قدام. فده اللي احنا حاولنا نعمل حاجه مشرفه، واغنيه تعلق مع الناس. والميكس انك تعمل كل ده في بعضه ده مش سهل خالص، مش سهل خالص طبعا. والاغنيه راحت ورجعت كذا مره، ومروان موسى ذا رابر هو ده بتغني بالانجلش مع تامر حسني طبعا، وكوت تامر حسني. ف الميكس لما اتضرب في الخلاط كده الاغنيه، انا شخصيا انا ما بسمعها على طول صبح بالليل. أوكي. يعني بسمعها، بس انا مش مكياس يعني. الناس بقى ان شاء الله تعجبها، ان شاء الله تعجب الناس، لانه كمان تامر شاطر اعتقد، يعني تامر بيعرف يختار كمان مزجته. والتيم اللي اشتغل على الاغنيه بجد بشكرهم كلهم، احمد مجيب من لجنه الماركتنج، رغده وفريق العمل كله، ونريمان، وكل الناس اللي اشتغلت، وناصف والمخرج، وكل الناس اللي اشتغلوا، والكلمات وكل حاجه. الناس كلها عملت مجهود جبار. وان شاء الله تعجب. الختام، بما ان احنا جبنا سيره الافتتاح، فالختام الخطه ايه؟ انا عارف انه لسه بدري طبعا،
بص يا كريم هقول لك حاجه، يعني الختام عامه في بطولات الهاندبول مش زي طبعا، ولا حتى هقول لك حاجه، انا شخصيا انا اشتغلت قبل كده في اليورو يعني يورو كوره مش هاندبول، يعني شغلي اصلا البرايفت كوره يعني أوكي. اشتغلت في كل يعني اشتغلت مع الانديه والتشامبيونز ليج وكل حاجه يعني. اوكي فاليورو نفسه حضرته فرنسا والبرتغال بتاع كريستيانو لما اتصاب طبعا الفاينل، مش عاملين ختام عادي بس احنا دايما يعني احنا بنحب دايما بنعمل في الناس بتتبسط يعني بجد الحاجات دي يمكن حاجات ممكن بالنسبه للناس عندنا لا احنا بنتبسط لما بنشوف المنظر ده وتشوف بلدك تفتكر ان فيها حاجات جميله وكل الحاجات دي بتبسطك وبتربطك اكتر بالمكان بالزبط. وليها برضو ابعاد مختلفه معمول بلاننج برضو للختام ان هو يبقى فيه برضو حاجه ظريفه يبقى فيه ايفنت ان شاء الله هتعجب ان شاء الله هيبقى فيه ايفنت طبعا مش بنفس قوه مش عايز كلام الاوبن دايما في اي حته فعلا بيبقى اقوى يعني ان شاء الله يعني بس. طب السؤال هنا برضو غياب الجمهور انا بالنسبه لي مش عايز ادخل في الملف ده قوي لانه اكيد مفهوم السبب الكورونا مش حاجه سهله وبطولات اتلغت واولمبياد واحجام يعني من البطولات عظيمه اتلغت وتاجلت وحاجات كده، لكن القصه هتمشي ازاي؟ انا برضو في كاس العالم وزي ما كان صبري بيقول جمله مهمه جدا، البلد المستضيفه بتبقى دايما واخده كريدت بجمهورها. طب النهارده هتبقى ايه؟ هتبقى مثلا في حضور جماهيري قليل قوي نسبه ساعه معينه من الاستاد، ولا هيبقى مفيش خالص؟ هتبقى القصه ماشيه ازاي؟ انا عارف طبعا ان القصه اكبر من ان احنا نتكلم في تفاصيلها لانها اجتماعات وزراء واجتماعات وزارات مع بعض، وزاره الصحه مع وزاره الشباب مع 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 جهات امنيه مع امور كبيره مع اتحاد دولي طبعا فانت قصه كبيره عندك موضوع كبير بس انا بكلمك هنا بقى بلسان الجمهور، يعني البطوله هتمشي ازاي من غير لسان الجمهور؟ يعني يمكن الجمهور زعلان طبعا مش عايز كان نفسه يحضر كل الناس كان نفسها تحضر في شويه طبعا هجوم علينا شويه من حته المركوز ده الناس عارفه يعني الناس عارفه يعني احنا نفسنا احنا قلبنا بيتقطع 100,000 مره قبل اي حد ان هو بس احنا اشتغلنا لان طبعاً. احنا اشتغلنا وعاملين مجهود فعلا جبار ونفسنا الشغل ده يبان واحنا كل الهدف ده انك تبسط الناس للجمهور تعمل حاجه حلوه بالزبط. ويبقى في احنا في اهداف عامه محطوطه يعني سواء كان هدف مادي عائد على السياحه في مصر سواء عائد على كره اليد وده سؤالي جاي ليك انت تستفيد ازاي وانت ظروفك متاثره لكن انت عايز تستفيد بكل النواحي مش ماديا صح. بس لكن ماديا وسياحيا وتسويقيا ومليون مليون استفاده من بطوله زي دي صح. ازاي تستفيد وانت عندك برضو ظروف؟ هرجع بس خطوه بس لورا حته الجمهور. احنا كان نفسنا شخصيا يعني كلجنه طبعا كل الناس نفسها الجمهور مين ما نفسوش يعني حتى اي حد حتى وانت قاعد في البيت بتتفرج عايز تشوف اي حد اخذ القرار اكيد نفسه ان جمهور بلده يبقى حاضر في الاستاد يعني صح. بس هو صحه البني ادم اهم صح. اهم بكتير يعني وكان وموضوع تاجيلها كان موضوع مستحيل خلاص لان المواعيد فدي حته الجمهور. اوكي الحته الثانيه احنا استفيد ازاي؟ انا نظمت بطوله في ظروف صعبه جدا لكن عايز استفيد منها. كل حاجه يا كريم احنا حاطين بلان لكل حاجه يعني دايما بتشتغل على بلان A بلان B احنا مش سايبين حاجه للظروف تمام احنا شغالين ببلان. احنا في اهداف احنا محددينها من الاول سواء كان عائد مادي سواء كان عائد من عائد مادي السياحه ان الناس تشوف مصر باحسن صوره ممكنه فالناس تبتدي بعد كده تصيح ايه ده الله انا عايز اجي مصر. في 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 خمس اربع خمس اهداف كره اليد نفسها طبعا ان الاولاد الصغيره لما تشوف كره اليد وبتاع شعبيتها تزيد في مصر هي اصلا اوريدي هي تعتبر تاني اكبر شعبيه في مصر بعد الكوره لكن وبتزيد لكن قصدي انه حلو كمان انك تزودها ببطوله زي دي. هقول لك حاجه ظريفه جدا ان دايما بعد بطولات العالم من واحنا صغيرين يعني بتلاقي احنا مثلا الفريق قوام الفريق 15 لعيب 16 لعيب الانديه عامه يعني ماشي الناشئين يخلص كاس العالم منها تلاقي قوام الفريق بقى 30 لعيب طبعا ناس كتير بتروح فتخيل بقى البطوله في مصر فكام طفل ممكن يرجع يلعب البطوله دي تاني صح. الموضوع بس مش مجرد ان هو ان انا يعني مش بطوله هتعدي يعني ليها اللعبه نفسها اللعبه نفسها كتسويق. طب احنا هنتصرف ازاي كلجنه تسويق؟ احنا لازم نحسس اللعيبه اللي في الملعب ان الجمهور ده حاضر
بيتعمل حسابها و... هتعملوا ايه زي زي احنا مطبقين بقى لنا من ساعه خروج القرار احنا يعني هو ده اللي احنا شغالين عليه احنا في اصوات جماهير وكده هتعملوا حاجه بنحاول اوكي بنحاول بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحسس مصر ان وراهم يمكن 100 مليون في البيوت بس احنا بنحاول نحسسهم ان هم في الاستاد وانا يعني هقول لك حاجه كمان العاده مندي في سبونسرز في سبونسرز دخلوا خلاص وفي عادل بس وكل حاجه فان شاء الله يعني يعني تمام يعني يعني في الاخر يعني. انت حاسس انه رغم الظروف لكن في الاخر تقدر تطلع بطوله بشكل ما تحسسش اي حد ان كان في مشكله ان كان وقتها يعني لما اجي اتفرج على او اجي اتابع اخبار البطوله دي بعد كام سنه مش هحس انها كانت فتره صعبه وانه كورونا كانت مقصره مش هحس بده يعني لو قلت لك كده هبقى بكذب والله ممكن لا يعني انت ممكن تحسس الناس اكيد اتاثرنا انا ما قلتش ان احنا لا ما انت اكيد دلوقتي بتتاثر بس انت على قد ما تقدر هتطلع صوره في الاخر بالظبط ممكن كمان 10 سنين ما احسش ان البطوله دي مختلفه عن 19 بالظبط كده ده اللي قصدي عليه طبعا انت اتاثرت مش عايز اكلام احنا متاثرين جامد مش عايز بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل حاجه نبسط بيها ونحسس لعيبه المنتخب والناس عامه اللي بتلعب ان احنا وراهم 100 مليون واحد وسواء يعني دعايه لمصر وكده لا معمول حسابها ومعمول على السوشيال ميديا دلوقتي الموضوع مختلف مش زي زمان ما بقاش جرايد بس بالظبط كده السوشيال ميديا والتلفزيون وكليب بينزل واغنيه وفي حاجات كتير دعايه بتتعمل وعلى السوشيال ميديا وعلى كل حاجه فده طبعا الدعايه دي شامله بقى حاجات دوكيومنتريز عن مصر وشامله حاجات اللي هي تسويقيه عن يعني في الاخر انا بوصل للناس ان مصر يا جماعه بصوا حلوه ازاي يعني مثلا حاجه افتكرتها دلوقتي لما ميسي كان هنا في مصر انا زعلت جدا ان ما اتعملش حاجه زي دي ان كل العالم بيتفرج انه احسن لعيب على الكوكب عندك في مصر وانت ما وصلتش للناس انت عامل ازاي فانت فاهم قصدي حاجه كانت بسيطه انا عارف انك راجل بتاع ماركتنج ففي الاخر انت الحاجات دي كلها اكيد موجوده في دماغك بس في الاخر انتوا عاملين حساب انه ما بقاش عندنا غير البلاتفورم بتاع السوشيال ميديا هو السوشيال ميديا انا اللي هوصل من خلاله كل اللي انا عايز اوصله فعامل حاجات ليها علاقه بمصر كتير توصل على السوشيال ميديا ومعمول تعاون مع وزاره السياحه أيوة. في الموضوع ده عاملين تعاون مع وزاره السياحه بنعمل كروس بوستنج يعني انت تنزل احنا يعني بننزل مع بعض جميل. في نفس الوقت اوكي وبنحاول نبين على قد ما نقدر إيه انا عندي ايه احنا بالظبط انا عندي ايه في البلد انا مش, مش مش الاربع ملاعب دول بس يا جماعه انا عندي مليون حاجه بالظبط فده لا معمول حسابه وعاملين حاجات في الـ في الـ في الـ في الاماكن السياحيه عاملين نازلين بحاجات السياح تقدر تتصور عليها ليها علاقه بالبطوله عملنا رود شوز في الشوارع عربيات بتنزل تلف في شوارع مصر كلها وبتشغل اغاني السياح دول بقى اللي هم مين اللي هم قصدك اللي جايين مع الوفود يعني لان انت برضو الدنيا مش هتبقى مفتوحه اللي جايين مع الوفود اوفيشلز كلهم داخل البابل زي ما اتفقنا جوه الفقاعه يعني ف بس السياح في سياح موجودين في مصر ده اكيد طبعا طبعا وبعدين انت 32 دوله فكل فرقه يمكن جايه ب 30 و 40 في البعثه فلما بتشوف التنظيم هنا انت بتتكلم ان العدد ده 600 بيرجع صح بنتكلم في عدد معين بيرجع في بلده ويرجع يقول لا ده ماوث توك فتلاقي السياحه ال 600 بقوا 6000 بقوا 60000 وهكذا فانت الاستفاده ان شاء الله تتضاعف في الفترات اللي جايه طيب بما انك برضو راجل بتاع هاندبول ما ينفعش ما اسالكش انت شايف المنتخب رايح فين يعني انت برضو يهمك في الاخر تنظم البطوله بشكل كويس كلجنه منظمه لكن حلو قوي ان انا كمان منتخب بلدي يعمل حاجه حلوه فانت شايف القصه رايحه فين هكلمك كمشجع يعني نجاح المنتخب الاول يعني كحد مسؤول جوه البطوله نجاح المنتخب من نجاح البطوله مربوط يعني جدا يعني مش عايز اخلي نجاح احنا الناس بتنسى يعني انت هجيبها لك في الكوره احنا في 2019 الناس نسيت خالص التنظيم والبتاع ان احنا بالظبط خرجنا بدري يعني فمنتخب لا طبعا نفسنا ان هو يحقق حاجه منتخب ده فعلا بيضم اجيال كتيره ويمكن هتتكلموا عليه بعد كده اكتر على الموضوع ده مع الكونكورد بالظبط بس طبعا المنتخب لا في اجيال مختلفه جيل 2000 جيل 98 جيل احمد الاحمر جيل 88 كامل يعني مواليد 88 يعني اجيال كتيره 90 المنتخب فيه اجيال كلها صح وكلهم كل واحد كان ميسي في سنه تمام فانت وصلت لتوليفه ان المنتخب كله وصل لمرحله النضج في كاس عالم موجود في مصر مش بحط ضغط اللعيبه دي للاسف احنا
ما تعملش ايه ما تعملهمش ماتش، ما عرفوش يعمل ماتشات وديه طبعا يعني عشان الظروف بتاعه ظروف الكورونا والطيران والكلام ده كله. ف وطبعا الاجانب شغالين الله ينور كل الماتشات بيلعبوا تشامبيونز ليج وتصفيات كاس اوروبا وتصفيات ودوري الماني ودوريات فرنسا ودوري اسبانيا الدوريات عندهم شغاله. بس النقطه الحلوه ان احنا عندنا منتخب فيه محترفين برضه، في لعيبه محترفين كتير، يحيى خالد، سند، هاشم، كريم، هاشم، في ناس كتير محترفين ما شاء الله يعني. ف ده مع ده ربنا يسهل ويقدروا يحققوا حاجه نبسط بيها معهم يعني. طبعا عليهم ضغط كبير بس ان شاء الله يعني يعملوا حاجه كويسه ووصولهم هيبقى مشرف يعني. اهم حاجه يعني احنا هم رجال ده اكيد، فان شاء الله يعملوا حاجه مشرفه ان شاء الله يعملوا حاجه حلوه. لكن خليني برضو اسالك على يعني جزء اوسع شويه واطلع بره المنتخب. انا بنظم بطوله على مصر ومعايا جيل كويس، لكن كمان عندي ميزه حاجه في صالح يعني، انه رئيس الاتحاد الدولي مصري. ازاي رئيس الاتحاد الدولي المصري اقدر استفيد من وجوده؟ اقدر استفيد من فكره انه الراجل عارف كل حاجه عني، وفي نفس الوقت هو رئيس الاتحاد بتاع اللعبه دي في العالم يعني، فعندي كريدت، عندي حاجه اقدر استفيد منه بيها. حسن مصطفى طبعا كارت قوي جدا في الهاندبول في العالم من سنين، لكن في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها، في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، فاد البطولة ازاي؟ عمل ايه في البطولة؟ قوته كانت ماشية ازاي؟ احكي لي برضو كده في الملف ده. لا طبعا دكتور حسن مصطفى بيسهل كل حاجة، كل حاجة مش عايز اتكلم يعني، حتى التواصل يعني طبعا كلجنة، كتواصل، كدعم، كلام ده كله. لا طبعا بيتعاملنا و لا مجهود طول الوقت يعني، قصدي يعني من وقت ما تولى مناصب كبيره وهو دايما بيفيد الكره. انا موجود في البطوله دي بس، فانا ما يعني بس طبعا يعني انا ما كنتش موجود في التعب بس طبعا يعني دكتور حسن غني عن التعريف يعني كل الدعم فيه. يعني كل الدعم بيديه طبعا، هو اللي اسس الهاندبول في مصر. بس انت الهاندبول في مصر برضو، انت 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 راجل لعبت هاندبول وانت صغير، فانت الشعبيه بتزيد على مدار السنين يعني. انت بتقول لي بعد كاس العالم دايما شعبيه الرياضه عامه بقى دي بغض النظر عن كاس العالم بتزيد. احنا لحد 2003 كان الشعبيه فعلا، كان لعيبه الهاندبول بيطلعوا في كيس يعني اي حاجه حلوه. كان بيطلع جوه الدعايه كلها فيها لعيبه الهاندبول، كل الاعلانات فيها لعيبه هاندبول. وقف الكلام ده، وقف لحد بعد 2003 حصل دروب في المنتخب. كان معروف جدا. صح بس احنا بصراحه الاتحاد اللي موجود دلوقتي، كل اللي احنا اللعبة وصلت له يعني، ده في خطة مخطوطة، ده مش صدفة. أوكي. يعني مش صدفة ان منتخب يكسب كاس عالم ومنتخب ناشئين يكسب كاس عالم ومنتخب شباب يطلع تالت عالم، مستحيل تبقى صدفة. طبعا في واضح ان في شغل بيحصل من طبعا المجد وكابتن طارق محروس وبيساعدهم هاني الفخراني وبيساعدهم حسين زكي كان ساعتها في الوقت ده والاثنين بيساعدوا الخواجة الاسباني اللي كان موجود ماسك المنتخب الاول واتحط البلان ده. طبعا الاتحاد المصري قيادة هشام نصر وكابتن مؤمن صفا وكابتن علاء السيد عملوا الستراكشر ده مع المدربين وابتدى ان خلاص بقى في تواصل بين الثلاث منتخبات لحد ما وصلوا للحته اللي هم واصلين لها. اوكي تمام. بس ده مش في الملعب بس يا كريم يعني، ده في الملعب وبعدين احنا اتكلمنا تسويق. طب تعالى يا حسين انت بتفهم التسويق، تعالى امسك الحته دي. في دكتور المنتخب مثلا دكتور محمد شوقي من احسن دكاتره اللي شفتها في حياتي بصراحه. في حته منتخب ما شاء الله البطوله اللي فاتت لعبوا بطوله كامله ما فيش ولا اصابه، لعبوا كلها في رجليها. انت بتدي، انا قلتها قبل كده بس انت فعلا بتدي العيش لخبازه. مفيش مجاملات، مفيش ده قصد ده قديم وده جديد والحاجات دي، هو الشاطر بيعمل المشي. الشاطر هيشتغل صح. الكادر الكويس هو اللي احنا ومش بس بيشتغل لا احنا بنثق فيك يعني، صوته مسموع يعني من اصغر حد لاكبر حد. انت ماسك الحته دي هتلاقي تليفون بيستشيرك فيه، مفيش حد يعني مفيش تدخلات. فهي منظومة والنجاح ده ما مش صدفة. فطبعا حلمنا كان مربع ذهبي، طبعا ده كان حلم طبعا كل المصريين اعتقد طبعا. بعد موضوع الكورونا المنتخب طموحهم عندهم، هم كلهم صحابي يعني.
فالطموح لا الطموح موجود والثقه مصدقين نفسهم مصدقين انهم يقدروا يعملوا حاجه ثقة. دي اهم حاجه في ثقه في ثقه انت كنت بتقولي جمله في فاصل حلوه قوي انه ممكن تقعد مع جيل ما بقاش مصدق انه يقدر يعمل حاجه فيقول لك لا انا الماتش صعب او البطوله صعبه او بتاع وفي جيل تاني او لعيبه تانية تقول لك لا انا هكسب انا نازل اكسب بكره صح فدي جمله حلوه جدا صح. يعني فكره ان انت تبقى مصدق نفسك دي حاجه حلوه لو انت امكانياتك فعلا كويسه والجيل ده امكانياته كويسه فلو مصدقين نفسهم لا يقدروا يعملوا حاجه ان شاء الله عندك احمد هشام دودو منتخب ناشئين ده وحسن قداح وحميد والناس دي كسبت كاس عالم فانا داخل كاس العالم بتاع الكبار بس انا بطل عالم فداقوا الحكايه احمد هشام احسن لعيب في العالم احسن لعيب في العالم في سنه ومحترف في دوري فرنسا صح. فهو لما يجي يلعب اي حد دلوقتي هو لا هو داخل هو يمكن ده اصغر واحد في الفريق بس ولا مخضوض ولا فارق معاه حاجه وعادي بالظبط فدي دي العامل النفسي بيفرق 100% وان انت تبقى داخل ممكن اشبهها لك حاجه بالكوره طبعا منتخب مصر الشوط الاول لما ضد البرازيل حصل ايه كنا يعني احنا مخضوضين جدا كلهم حكوا القصه كذا مره كابتن حسن شحاته لما دخل قال لهم انتوا خايفين من ايه لعبوا كورتكوا عادي وبتاع صدقوا فنزلوا الشوط الثاني عملوا حاجه تانية فرقه تانية هي دي فالعامل النفسي هو ده 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 ده, ده ما بيبقاش في شوط دي بتيجي على مدار سنين صح ففكره انك نازل تكسب منتخب الدنمارك في ارضه السنه اللي فاتت وما حلفكش الحظ في اخر دقيقتين عشان مدرب عمل لعبه جديده كانت تستغل رول جديد في الاتحاد الدولي يعني مش هخش في تفاصيله بس استغل لعبه ان هو يقدر يهاجم بثمان لعيبه كانت حاجه جديده علينا فكسب الماتش خطفه فبس انت كنت تكسب الدنمارك الدنمارك اللي هي بطل العالم فاللعيبه بقى عندها ان انا انزل اكسب اي حد صح. ودي اهم حاجه في ان انت بعد كده تبقى بطل ان شاء الله ان شاء الله يعني تبقى بطوله منظمه حلو وكمان منتخب يظهر بشكل حلو مش عايز اقول ان احنا نبقى ابطال العالم عشان برضو ما نحطش ضغط عليهم لكن نعمل بطوله حلوه يبقى الناس فاكرانا بان احنا نظمنا بطوله حلوه لكن كمان لعبنا بطوله حلوه حسين انا بشكرك جدا على وجودك معايا وبتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق باذن الله اكلمك او نتقابل باذن الله في اخر بطوله واحنا كلنا فرحانين بتنظيم محترم وانا متاكد ان انتوا عاملين حاجه محترمه ان انا عارف كل الناس تقريبا اللي موجوده في البطوله الناس كلها محترمه والناس كلها شاطره الناس كلها فاهمه هي بتعمل ايه وكل واحد في حتته بالظبط وده المهم التخصص في كل حاجه مفيش مجاملات مفيش اي حاجه وبالتالي انا شخصيا كل ثقه ان انتوا هتعملوا بطوله محترمه جدا 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 فبتمنى لك كل التوفيق وبشكرك جدا على وجودك معايا النهارده ميرسي يا كريم وبشكر كل المستمعين وريت نكون كنا خفاف عليك كنا خفاف وان شاء الله نتقابل زي ما قلت لك بعد البطوله وبارك لك على نجاح البطوله باذن الله وبشكرك مره ثانيه على وجودك معايا حسين زقزوق عضو لجنه منظمه لبطوله كاس العالم للهاندبول كان ضيف النهارده في الساعه الاولى نطلع الفاصل انتوا لسه في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم FM ونجوم FM TV